السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هذا الفيديو راح نتعلم فيه اغنيه لاكتب ورق وارسلك، او صارت مشهوره باغنيه الخربه لانه حطوها اشاره مسلسل الخربه. هي الاغنيه من تراث السويداء، بالمسلسل غيروا فيها شوي. نحن راح نعطيكم الاساسيه، هي بس مقطعين على السيجا من المي وعلى الصبا من الري. طيب، مشان نعزف المقامين بنفس التشريقه والدرجه، عفوا نفس التشريقه، نشرق فقط المي مشان ناخذ المقامين بدون تعارض التشريق. ناخذ السيجا من المي، شرقين فقط المي. الصبا من الري. تمام؟ الإيقاع لف، خلوه بطيء بسرعة 90. الأغنية هيك. تمام، بعدين بيجي المقطع الثاني اللي هو على الصبا. وبيرجع على المقطع. فجدا سهل الأغنية. راح نبطئ الإيقاع، حاول اشتغلكم اياها مع إيقاع بطيء، خلي على 85. هون يبدأ المقطع الثاني اللي هو على الصبا. وهيك بتضل بتتكرر بهالمقطعين وبيعبوا بيناتهم السولويات. تمام؟ فهاي هي كل الأغنية، إن شاء الله تكون وفقت بالغرض.